نبدأ مع نادي الزمالك اللي حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف وهبوط الداخلية رسميا لدوري الدرجة الثانية. أوباما كان حاضرا في المباراة لتسجيل الهدفين في مباراة اعتبرها جوزيه جوميز انه مسألة الدوافع فيها شوية مشاكل. دي هدف المباراة معانا على الشاشة. والحقيقة ان المباراة دي الكلام الفني فيها تقريبا مفيش. لكن في بعض الحاجات اللي تقدر تستنتجها شوية من أهداف المباراة. لكن قبل ما نتكلم على الإطار الفني اسمحوا لنا نبدأ بأخبارنا الحصرية أولا. جوزيه جوميز طلب من إدارة نادي الزمالك التجديد ليوسف أوباما. الكلام ده امبارح. ليه؟ يشعر جوزيه جوميز ان يوسف اوباما استخدامه كبديل مثالي، وبين قوسين بقى اربط بكلامنا امبارح، تجربه الناشئين، تجربه الصف الثاني في الوقت الحالي من اجل اراحه الاساسيين لدقايق اكتر، بيطلع لك فيها يوسف اوباما، بيطلع لك فيها مكسب بروكسي طلائع الجيش. والنهارده الحضن بتاع مجدي بعد الهدف بتاع بروكسي لو انتوا فاكرين، هنا في حاجه. وجوميز من كل اللعيبه في الزمالك بيقولوا نفس الكلام، ان جوميز عنده قدره على احتواء اللعيبه اللي ما بتلعبش، وعلى انه يشتغل على اللعيبه ويبين لهم قد ايه ادوارك عظيمه معايا في سياقات مختلفه. حدث ذلك مع مصطفى شلبي من وقت دريمز لو انتوا فاكرين، حدث ذلك مع اوباما، وبتشوف على الشاشه ترجمه الحاله الموجوده. اوباما ده في الجون الثاني، غير الجون الاول والفدائيه اللي كان بيلعب بيها، لكن الجون الثاني سياق الكرة العرضية من اليمين ومن الشمال هو مراقب، يعني دي رايح معاه، بعدين التانية من ناحية اليمين رايح معاه، وبعدين كملت في الجون. فانت مراقب سير الاحداث، نازل ذهنيا مركز. الهدف عادي، لكن ذهنيا انت مركز متابع سير الكرة بوضوح. ويؤكدوا اكتر، الهدف الاول، لان اوباما فضل انه يسجل هدف مع الزمالك بهذه الطريقة على انه كان ممكن عرضة انه يتصاب في اي وقت، والنازل انا داخل اجيب جون، واللي يحصل يحصل فكانت المسألة بالنسبة لأوباما عند جمهور الزمالك شائكة، فان انا عايز حد يديني في الملعب كل مباراة، لكن في السياق اللي قدامك في الفترة الحالية انه انا بجهز لاعب دون وجود ضغوط على انه يطلع معايا ويشتغل، شايف جوميز اللي بيحصل. وبالمناسبة جوميز قرر أن يكون يوسف أوباما حاضرا في الموسم الجاي مع الزمالك سبب مهم جدا، أنه يشعر أنه البديل الوحيد المتاح لأحمد حمدي، لأنه عبد الله وناصر منطقة تانية في الملعب، لكن يشعر أن ده هو بديل أحمد حمدي في نادي الزمالك. ماتش الزمالك كان فيه حاجة تانية مهمة، وهي الحاجة الوحيدة اللي فنية تقدر تبص عليها وتدي تسقيفة، لأنه كابتن وقائد بالمعنى الحرفي، وهو عمر جابر. في الوقت اللي جوميز بيعاني مع لعيبه الزمالك ان يلاقي دوافع في الصيف على حد تعبيره كما ذكر في المؤتمر الصحفي، ما لقاش ده عند عمر جابر اللي كان بشرط القياده عايز يثبت لكل اللعيبه الموجوده في ارض الملعب ان الماتشات دي حتى لو انت ما عندكش دوافع جامده كابتن الفرقه بيعمل كده. فكان عمر جابر حاضرا في الضغط، في الاستخلاص، فإنه طول الوقت من قبل حتى الهدف زي ما قدامنا على الشاشة في الدقيقة 11 من زمن المباراة، إنه اللقطة زي ما أنت شايف الضغط والاستخلاص والذهاب بعيدا علشان يروح، لما دي اتقطعت بص هناك بالهداوة، بص هناك هتلاقيه في الرجعة، هو اللي بيجري، هو اللي بيتحرك، يعني كل الرجالة اللي قدام وقفت، عمر فين؟ راجع 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 راجع، واللي باقي كله ثابت في أرض الملعب. فده عمر. بعدها بدقائق كرة الهدف اللي خد فيها نفس المشوار ده لحد قدام، لحد ما ضغط بعد طبعا الباس الممتاز اللي جاله من العمق، اتلعبت له الكورة وفتح السبرنت لغاية النهاية ملحقش، ضغط بهذا الشكل، والباقي يعرفه جمهور الزمالك في كرة الهدف الأول. عمر جابر كابتن وقائد الزمالك، كرة القدم أعطته فرصة للعودة بتعبير صديقي محمود أبو الركب، وبالتالي عمر جابر يستحق تحية واحترام من جمهور الزمالك على الأداء طول الموسم الحقيقة. يعني النهاردة بيأكد النظرية إنه قد إيه أنت عندك لعيب تقيل موجود في أرض الملعب، كابتن وقائد للفريق بالمعنى الحرفي اللي بتلاقيه في الماتشات الكبيرة وما بيقلش في الماتشات
الصغيره.